هل هذه الأسماء التي ذكرت على 50,000 هي فعلا أسماء كانت منضوية تحت تنظيم داعش الإرهابي، أم سيتم استغلالها لإضافة أسماء من ضمن الأسماء المراد تصفيتها ل يعني لربما جهات أخرى ليتفرغ لها الجو كما يقال؟ ممكن يعني في هذه الحكومة اللي موجودة عندنا والفساد اللي موجود في المؤسسة الأمنية يستغلون هذا الموضوع بهاي الطريقة، أنه يزجون بأسماء ناس ما لهم ناقة ولا جمل بالموضوع، نعم وتروح ضحية بسبب هذه الظروف اللي نمر فيها. أكيد هذا الشيء يعني ما نستبعده إحنا، لأنه تعرف أنت هو لولا هذا الحكومات المتعاقبة علينا وفسادها وسوء الإدارة اللي قاموا بها بعض القادة العسكريين في هذه المحافظات الغربية، ما دخلت داعش، ما استغلت هذا الظرف الطائفي وسوء التعامل ويا المواطنين اللي قاموا به بالموصل وبالأنبار وصلاح الدين، من قطع طرق إلى ابتزاز مواطنين إلى هذا المخبر السري إلى آخره، كل الممارسات اللي مارسوها على هذه المناطق، هذا هو اللي يعني أنطى حافز لهذه المنظمات وهاي التنظيمات إنه تنمو أكثر، وإنه الناس يكون لهم يعني شلون يقول لك هذا التنظيم اللي دخلهم أرحم من القوات اللي كانت موجودة بهذه المناطق، من الإساءة اللي شافوها، من الظلم اللي شافوه على إيد هاي المؤسسة الفاسدة اللي كانت موجودة تحديدا في الموصل، القادة العسكريين الفاسدين اللي هم وصلوا المرحلة يعني لهذا الظلم، يعني توصل انه تضيع المحافظات.